الأستاذ زريكم عبد الغني عضو جمعية المونيا مراكش، اليوم تنتجدوا في هذه الباحة المنارة البهيجة في إطار الأنشطة التي تقوم بها بمناسبة الثورة 11 لسماع مراكش. هذا السماع في هذه الدورة تجمع بين لقاءات الموسيقى الصوفية وندوة حول حاضر ومستقبل المدن العتيقة. الأشغال فيها مجالس سماع السماء، فيها محاضرات وفيها معرض. بالنسبة للمعرض اللي كاين في البلدية، وجه البلدية واللي تجمع صور ونادرة المدن المغربية وديال شمال إفريقيا وديال الشرق الأوسط. بالنسبة للمحاضرات استدعينا 17 الأساتذة المختصين والمرموقين في هذا الميدان، وفعلا كان غني جدا، وكان فيه واحد نوع ديال تبادل الخبرات وتبادل الأخبار. اللي يمكن نأكد عليه أنه كان واحد تجاوب، واحد لا ريزونانس اللي وقعت مع الجمهور، واحد الصدى، واحد التفاعل مع الجمهور. جمهور اللي جاء من أجيال مختلفة، واللي كان الحضور النسوي فيه مهم. على هاد المناسبات هي باش نحييو لإحياء التراث وإحياء المخزون الحضاري في وعمل أهل المغرب. شكراً.